الفيديو ديال اليوم الموضوع ديالو مختلف شويه على الشيء اللي سمعتوه في القناه هاد الايام اللي حاولنا وركزنا فيها بزاف على الخبرات اللي عندها علاقه بجرائم ذات الصله بهذه الجائحه، سواء الجرائم اللي متعلقه بنشر الاشاعه او التشهير او شي حوايج وحدين اخرين. موضوع الفيديو كيتعلق بواحد السرقه صحيحه من شي مؤسسه تجاريه في مدينه سلا، مليانه صحاح تهزوا من الكفر فور بعد ما هرسوه واستعملوا مفاتيح مزوره باش يفتحوه ويستوليو على الشيء اللي فيه من الفلوس. 112 مليون ريال كانت مخبيه في هذا الكوفر فورد الحديد ديال هذه المؤسسه اللي كاينه في منطقه الولجه الصناعيه، وهي الاشاره مختصه في بيع وتسويق منتجات التنظيف والمعقمات. والطريقه باش السرقات كتبين باللي اللي سرقها عارف المؤسسه مزيان ويقدر تكون عنده علاقه بها. التحقيقات والتحريات اللي فتحتها المصلحه الاقليميه الشرطه القضائيه في مدينه سلا مكنات من الوصول لشي واحد في عمر 45 عام، وهو كما قلت خدام في الشركه، شدوه البارح الاربع ودابا كيحقوا معاه وكيستمعوا ليه في محضر رسمي. الاعتقال ديالو ووضعوا له الحراسه النظريه جاء بعد ما عفوا توصلت المصالح الامنيه باخباريه من مسؤول في الشركه كياكد فيها باللي الكوفر فور ديالها تسرق وداو منه المبلغ اللي ذكرت قبل قليل. بلاغ للمديريه العامه للامن الوطني قال باللي اجراءات معاينه السرقه اللي تمت بالكسر واستعمال مفاتيح مزوره، هاد المعاينه مكنات من تحديد هويه المشتبه فيه قبل التوقيف ديالو، واستشارة النيابة العامة اللي أمرت بوضعه تحت الحراسة النظرية. بلغ المديرية قال باللي عملية تفتيش ديال شي كراج كيستغلو المتهم في حي قرية ولاد موسى في نفس المدينة، تفتيش مكن من حجز واسترجاع معظم المبلغ المالي المتحصل من هذه السرقة اللي كتجي في زمن انتشار فيروس كورونا في الوقت اللي كل شيء منشغل فيه بالحجر الصحي وبالطوارئ الصحية. ومادام لقاو جزء من الفلوس فالتهمة ثابتة وخا يحاول ينكر، حيت الفلوس ما غاديش تطير حتى تجي لديك الكراج ديالو. المهم السيد خرج على راسو ودار يديه في الغيران، طمع بزاف وخسر كل شيء، خسر السمعة والخدمة وحوايج واحدة أخرى. للأسف طمع الطاعون كيعمي بنادم كيبين ليه الربح بلا ما يفكر في الخسارة. وهكذا انتهى هذا الفيديو القصير اللي اخترناه يكون إخباري أكثر، ونتمنى نكونوا شفينا الغليل ديالكم بخصوص هذا الخبر ولمسناه بمهنية بعيدا عن المغالاة. وشكرا لكل من يتفاعل مع ما ننشره، وإلى فيديو آخر دمتم في حفظ الله ورعايته، وشكرا جزيلا.